قناة محمد رمضان على يوتيوب الثانية عالميا. نعم إنها الحقيقة وكل بالأرقام، فدائما ما تشهد أغاني رمضان التي يطرحها على قناته حالة من الجدل والهجوم والتأييد. فالبداية كانت بأغنية غناها رمضان في فيلم عبد موتى، لكن الأغنية لم تحقق أي جدل، ربما لأنها كانت داخل سياق الفيلم. وبعدها قدم أغنية أنا أصلا جن خلال فيلم قلب الأسد، وحققت الأغنية 75 مليون مشاهدة. فالمشاهدات العالية التي حققتها الأغاني شجعت رمضان على تقديم أغاني منفردة بعيدا من الأفلام. البداية كانت مع أغنية نمبر 1 التي حققت مشاهدات عالية. كحد أقصى.